مرحبا بحضراتكم. الفقرة دي هنتكلم فيها عن ألعاب الصالة في النادي الأهلي والتحديات الفترة اللي جاية هذا الموسم ودعم الفريق كمان بصفقات جديدة، ملف بيهم كل الناس طبعا، هنتكلم بالتفاصيل. بس خلينا نرحب بضيفنا العزيز أحمد رشاد الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وسعيد ان انا موجود معاكم في 10 الصبح. واحنا كمان بجد يا رشاد وتشرفنا وبتعرفنا ايه الجديد دايما وبالذات في رياضات الصالات المختلفه، وعايزين نقف معاك بقى النهارده عند رياضه منهم. تحب نبتدي بايه؟ نبتدي طبعا بكره اليد، سواء طبعا اليد رجال او اليد سيدات. خلينا بس في البدايه نتكلم عن كره اليد وفريق كره اليد اللي احنا انا واحد من الناس كنت براهن عليه من الموسم اللي فات. الناس كلها كانت زعلانه شويه من فرقه كره اليد رجال في النادي الاهلي، لكن قدر النادي الاهلي ان هو طبعا يعمل فريق او يعمل جيل يقدر ان هو يستحوذ على كل البطولات خلال السنين اللي جايه. شفنا الموسم اللي فات فريق كره اليد رجال بيحقق البطولات، الموسم ده بيحقق برضه بطولات، فايز في كل المباريات حتى الان، لان النادي الاهلي لما اشتغل على فرقه كره اليد اشتغل بشيء مختلف، ان انت بتعمل جيل، ان انت يبقى عندك عناصر من الشباب وعندك عناصر من الخبره يقدروا ان هم يشيلوا قطاع زي كره اليد او زي الفريق الاول لكره هو اليد. هو ايه اللي كان حاصل؟ ففي ناس كانت زعلانه على فريق او من الفريق. الجماهير طبعا، انت عارف يا كريم ان الجماهير او جماهير النادي الاهلي دايما ما بتقبلش غير بالفوز. طبعا. جماهير النادي الاهلي ما بتقبلش دايما غير بالمركز الاول. انت عندك فتره في كره اليد كان في تذبذب في الاداء، كان في طبعا خساره من المنافس، ما كنتش في احسن حال، لكن النادي الاهلي اشتغل على الملف ده كويس جدا، قدر ان هو يعمل جيل او يصنع جيل من كره اليد يقدر الفتره اللي جايه ان هو يستحوذ على كل البطولات. شفنا ان الموسم اللي فات الحمد لله طبعا والكل مبسوط من كره اليد في النادي الاهلي، الموسم اللي فات بيتوج بكل البطولات، الموسم الحالي بيتوج برضه بالبطولات ومتصدر الدوري حتى الان، ماشي بشكل كويس جدا في الدوري، لان انت دعمت الفرقه بعناصر شباب بعناصر خبره بصفقات جديده، جبت جهاز فني محترم بقياده طبعا الاسباني ديفيد ديفيز اللي احنا اتكلمنا دايما معاكم هنا عن قيادته للفرق او المدرسه الاسبانيه اللي احنا اتكلمنا عنها. وكمان على فكره المدرسه الاسبانيه ما نجحتش مع النادي الاهلي بس، هي كمان المدرسه الاسبانيه نجحت مع منتخب مصر لكره اليد طبعا الاسباني باستور. لكن خليني اقول لك ان فريق كره اليد في النادي الاهلي ماشي بشكل كويس جدا تحت قياده الاسباني ديفيد ديفيز، محقق كل الفوز في كل المباريات سواء في المرحله الاولى او المرحله الثانيه، عنده 16 نقطه بيبعد عن نادي الزمالك اللي كان المنافس للنادي الاهلي يعني. وكان الاقرب، بيبعد طبعا 4 نقاط الزمالك في المركز الثاني برصيد طبعا 12 نقطه، النادي الاهلي برصيد 16 نقطه. الفكره هنا بقى والحاجه المهمه جدا اللي انا عايز اتكلم فيها، بما اننا اتكلمنا عن كره اليد في النادي الاهلي او الدوري او النظام، ودي رساله مني، احنا طبعا الفتره الاخيره كنا بنشيد باتحاد اليد، وكنا لما منتخب مصر لكره القدم خسر بطوله امم افريقيا او خرج قصدي من بطوله امم افريقيا، قلنا او الناس كلها طلعت بتشيد بمنتخب مصر لكره اليد وتشيد بالاتحاد، ان الاتحاد المصري لكرة اليد عامل نظام مختلف، عامل قواعد، عامل نجاحات، فليه ما يبقاش اتحاد الكورة زيه زي اتحاد اليد، في نظام في شغل مختلف عشان تقدر ان انت تتوج بالبطولات. الاسباني باستور لما تعاقد معاه منتخب مصر حط نظام جديد للدوري. احنا الموسم اللي فات كنا عارفين ان الدوري من مرحلتين، مرحلة اولى ومرحلة تانية، وبيكسب طبعا المتصدر، لو في حالة التعادل بيبقى في طبعا مباراة فاصلة، لكن اتحط نظام السنه دي انا شايف ان هو نظام ظالم للانديه، مش على قدر الامكان اللي احنا متعودين من منتخب او من الاتحاد المصري ان هو يحط نظام بالطريقه دي. اتحط نظام ان انت بتلعب مرحله اولى ومرحله ثانيه، وبالرغم من ان انت تكون متصدر المرحله الاولى او المرحله الثانيه بتلعب في الاخر بيست اوف 3. ليه؟ تلعب 3 مباريات اللي يكسب منها مباريتين الاول والتاني. انت مع احترامي طبعا للاسباني باستور، هو حط نظام وقال لك ان انا عايز احط نظام يضاهي الانديه العالميه واتساع المنافسه، لكن مش موجود، مش ممكن ده يحصل مع الانديه اللي بره عشان قوه الاحتكاك، انما ما يبقاش انا هنا متصدر الدوري طول الموسم بلعب مرحله اولى بحقق الفوز في كل المباريات، والعب مرحله تانيه احقق الفوز برضه في كل المباريات، وارجع في الاخر العب 3 مباريات اللي يكسب منها مباريتين مع المركز الثاني. طب فين بقى هنا
العداله بالنسبه للانديه لما العب مع المركز الثاني. خليني لا قدر الله حصل مثلا في نهايه الموسم اجهاد للعيب، اصابه لاي لاعب مثلا، خلينا احنا الاهلي في المركز الاول، حصل مثلا ازاي انا اكون تعبان طول الموسم وارجع ان انا العب مع المركز الثاني وممكن المركز الثاني حتى هيسمع بالسلب على المنتخب. اكيد طبعا، اكيد طبعا، لان انا لما العب مع المركز الثاني، خليني اقول لك بس حاجه يا استاذ كريم، ان الفرق اللي تحت او المركز الثاني الثالث الرابع هي الفرق دي مع احترامي طبعا ليهم، هم بيفضلوا يخبطوا مع بعض لحد ما بيوصل لحد فيهم المركز الثاني. فانا اجي اظلم المركز الاول اللي هو محقق الفوز في كل مبارياته عشان العب ثلاث مباريات، اللي يكسب مباريتين يتوج بيه اللقب. والاهلي حامل اللقب، والاهلي على فكره بيلعب قدام اي منافس ويقدر ان هو يفوز على اي منافس. لكن ارجو من اتحاد الكره، اتحاد طبعا اليد، كره اليد، ان زي ما انت كنت ناجح وطلعنا ان احنا نشيد بيك وطلعنا ان احنا نقول ان انت اتحاد قوي، يبقى في انظمه مختلفه، ومش اتحاد اليد بس، اتحاد طبعا السله واتحاد كرة الطايرة، لازم يبقى فيه نظام من بداية الموسم ما يظلمش أي من الأندية. طب هو اتحاد اليد برر القرارات الجديدة دي أو النظام اللي هو عايز يحطه ده بإيه؟ يعني لا، أكيد هو كان ليه تفسير. هو فكرة إن أنت اتعاقدت مع مدير فني لمنتخب مصر الأسباني جاي، عايز يحط قواعد، عايز يحط قوانين، عايز بس يحط بما حاجات تتماشى معانا هنا. المفروض إن هي بما تتماشى مع الأندية طبعا المصرية، لكن هو عايز يعمل اتساع منافسة. عايز طبعا يضاهي الانديه العالميه، عايز يشوف ان يبقى زي ما بيحصل في الانديه بره يحصل هنا، لكن اكيد ده هيظلم فرق كتير طبعًا. جدا، لان انت لما تكون طول الموسم بتتعب وطول الموسم بتلعب ان انت عايز تحقق الفوز في كل المباريات وتطلع المركز الاول عشان تكسب البطوله، في الاخر تلاقي نفسك ان انت في نهايه الموسم بتلعب. احنا كده قربنا لاتحاد الكوره. ما هو الفكره ان احنا اشدنا باتحاد اليد، لكن تقريبا في الحته دي هم يعني مش عارف، لكن هم الفتره اللي جايه رساله مني ليهم ان هم في الفتره اللي جايه يقدروا ان هم يحطوا انظمه مختلفه، لكن النادي الاهلي يقدر، النادي الاهلي مش فارق معاه ان هو يلعب ثلاث مباريات او يلعب طول الموسم الحمد لله. هو اصلا النظام ده معمول بيه بره يا رشاد، يعني سواء في عالمنا العربي او بشكل عام، هو بره بيتعمل عشان يبقى فيه اتساع منافسه، يبقى فيه ان انت بتلعب مع فرق قويه. طبعا احنا الدوري بره بيبقى فرق كتيره جدا، فرق مختلفه، في احتكاك قوي. بس الدوري مع نهايته بيتحسر المفروض ان احنا الموسم اللي فات كان الاهلي لعب مرحله اولى ومرحله ثانيه، وصلنا طبعا مع الزمالك لعبنا مباراه فاصله، قدر النادي الاهلي طبعا زي ما انا اتكلمت عنه بجيله المحترم اللي معمول دلوقتي والدعم الكبير من مجلس اداره النادي الاهلي لكل الالعاب، قدر النادي الاهلي ان هو يحقق بطوله الدوري. لكن خلينا احنا النادي الاهلي ماشي بشكل كويس جدا، فايز في كل المباريات، عنده مباراه مع طلائع الجيش بكره ان شاء الله، ومنها يوم الجمعه ان شاء الله مع نادي الزمالك. ان شاء الله النادي الاهلي هيفضل في الصداره، بعدها طبعا اكيد بنسبه كبيره هيلعب مع نادي الزمالك في البيست اف 3، ثلاث طبعا مباريات اللي يفوز مباريتين، ان شاء الله النادي الاهلي يحقق الفوز، لاننا كلنا ثقه في الجهاز الفني واللعيبه يقدروا يحققوا كل البطولات هذا الموسم باذن الله. وده الطبيعي بتاعنا يعني، احنا متاكدين. طبعا طبعا، لان هو النادي الاهلي ما بيقبلش غير بالمركز الاول. انا بطمن جمهور النادي الاهلي، ودايما لما بطلع معاكم هنا بقول ان النادي الاهلي عامل شغل صحيح. محترم جدا، مجلس اداره النادي الاهلي عامل دعم كبير جدا لكل الفرق، وما دعمش زي ما انا قلت قبل كده، ما دعمش في بدايه الموسم لا، ودعم برضو في يناير، بيشوف يعني بيحصل طبعا اجتماعات متواصله، بتشوف الاجهزه الفنيه دي مثلا عندها مراكز محتاجه تدعيم، النادي الاهلي شغال على الملف ده كويس جدا، وان شاء الله باذن الله كل الفرق، على فكره لما هنتكلم عليهم فرقه فرقه، كل الفرق ماشيين بشكل كويس جدا حتى الان، محققين طبعا الفوز في كل مباريات. واحنا يعني لو اتكلمنا عن كره اليد سيدات، احنا خلاص اتكلمنا عن كره اليد رجال، هنتكلم على كره اليد سيدات. كره اليد سيدات طبعا عندهم اول مباراه في المرحله الثانيه، فريق كره اليد سيدات بصراحه عامل شغل محترم بقياده محمد، كابتن محمد عادل زولا، عندنا لعيبه في صفقات قريبه عندنا طبعا تدعيم كامل والله النادي الاهلي، وشغل طبعا محترم من الكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي. فرقه اليد سيدات عندهم طبعا اول مباراه
في المرحلة الثانية يوم 20، يوم 14 هيكون ختام دوري المرتبط. النادي الأهلي خلاص متأهل، في طبعا المفروض ان بعد ختام يوم 14 بعد ختام دوري المرتبط هيتحدد طبعا مين الفرق اللي هتكون موجودة معاك. على طبعا في فرق طبعا بيصارعوا على المركز الثالث والرابع، انت دلوقتي معاك الأهلي والزمالك، في فرق طبعا زي سبورتنج والشمس وكمان الطيران وسموحة، دول بيصارعوا دلوقتي ان هم يصعدوا معاك، يبقى ثالث ورابع مع الأهلي والزمالك. يبدأ يتحدد مين اللي هيلعب مع فريق كرة اليد سيدات يوم 20 ان شاء الله بإذن الله. لكن برضو ماشيين بشكل كويس جدا، محققين كل النجاحات، عندهم طبعا اكيد الفترة اللي جاية برضو بطولة افريقيا، لكن بنسبة كبيرة ان شاء الله بإذن الله نادي الأهلي في كل ألعابه يتوج بكل البطولات هذا الموسم. هايل جدا، نتمنى ذلك. طيب انا عايز اسالك سؤال، واللي انا طرحته عليك قبل كده وانت قلت لي ربما ده هيكون موجود في المستقبل، قلت لك هل هيتم الاعتماد في فتره ما او في يوم ما على عناصر نسائيه في التدريب؟ اكيد طبعا موجود في النادي الاهلي، هو النادي الاهلي في كل اجهزته موجود ولاده، بنشوف حتى مش في الاجهزه بس ان هم يبقى فيه مدربين، لكن في قطاعات برضو الاداريه موجود الكابتن نهله سامح. نهله سامح طبعا اسطوره الكره الطائره بعد ما اعتزلت، وكره القدم النسائيه عندنا كابتن وعندنا اميره، وعندنا طبعا كابتن اميره. لكن خليني لو احنا بنتكلم عن الالعاب الجماعيه، لا موجود الاعتماد على طبعا العنصر النسائي، موجود بمدربين بيدربوا في كل الفرق، كمان موجود في القطاع كمدير الاداري فني ولا كمدرب؟ كمدرب وموجود في القطاعات الاداريه، يعني نهله سامح مدير اداري قطاع طبعا الناشئين والناشئات للكره الطائره، بس ممكن مدير فني في يوم من في يوم برضه. اكيد طبعا، ما احنا النادي الاهلي دايما بيعتمد على اولاده، موجود مدير فني من ولاد النادي الاهلي، موجود مدرب من ولاد النادي الاهلي، اكيد الفتره اللي جايه هنشوف عنصر. ما هو في الكره النسائيه موجود كابتن اميره مدير فني ليه طبعا فريق النادي الاهلي، فالعنصر النسائي مهم جدا هيتم الاعتماد عليه اكيد، واكيد ان شاء الله نشوف مع المنتخبات الوطنيه موجود عنصر نسائي موجود منهم بالفعل محقق نجاحات واصله لفين يعني بالنسبه للمديرات الفنيات انجاز التعبير. المدير الفني هو يعني سر نجاحه ان هو لما كان لاعب هو ما بيقبلش غير بالبطولات، ما بيقبلش غير على الفوز، فلما تيجي تحطه في مكان زي مدير فني او مدرب هو بيبص على ان هو يحقق نجاح، زي ما هو كان لاعب عايز يحقق نجاح زي ان هو مدرب، لان انت في كل الالعاب سواء الالعاب الجماعيه او الالعاب الفرديه انت عندك موجود اللعيبه صعدوا او بعد ما اعتزلوا بقوا مدربين وماسكين قطاعات في الالعاب الجماعيه. بشكل عام بس انا بسالك على العنصر النسائي تحديدا والنجاحات النسائيه في محققين يعني مجال التدريب. طبعا محققين بنسبه كبيره جدا نجاحات، لان انت برضو في الاول لسه في البدايه، او هو لسه بيخوض التجربه ان هو كمدرب لسه في الاول، فهو بنسبه كبيره حتى هذه اللحظه اللي موجودين في النادي الاهلي محققين نجاحات مع النادي الاهلي، لكن نتمنى منهم ان هم يحققوا المزيد في الفتره اللي جايه. حلو جدا. طيب تعالى بقى نتكلم عن كره السله. طبعا. طيب خلينا نبدا برجال ولا سيدات؟ نبدا بالرجال ونبدا وبعد كده السيدات. كره السله رجال طبعا لو قعدنا نتكلم عن اجوستي ومباراته الاخيره مع نادي الاتحاد السكندري اللي قدر طبعا اجوستي ان هو يحقق فوز بيه طبعا لاعبته على نادي الاتحاد السكندري، وانا لما اتفرجت على المباراه دي النادي الاهلي كان متاخر في البدايه، وبعد كده النادي الاهلي قدر او اجوستي قدر ان هو يقدم مباراه كبيره سواء دفاعيا او هجوميا. دايما الاتحاد السكندري بيحجر جامد مع الاهلي في اي دقائق. عايز اقول لك ان فرقه الاتحاد السكندري هذا الموسم فرقه كبيره، فرقه بتضم لعيبه مميزه جدا، ان انت كان انا بالنسبه لي دايما كده يا رشاد الامانه يعني. بصراحه انا كان بالنسبه لي الرهان او الاختبار الحقيقي على لفرقه كره السله رجال في النادي الاهلي، مع احترامي طبعا لكل الفرق، هو كان ماتش الاتحاد. النادي الاهلي قدر ان هو يحقق الفوز على نادي الاتحاد السكندري، النادي الاهلي لعب طبعا 6 مباريات حقق الفوز في كل المباريات، عنده مباراه مؤجله طبعا تم تاجيلها امام نادي الجزيره بسبب طبعا الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه معالي الوزير العمري فاروق، لكن ماشيين بشكل كويس جدا مع الاسباني اجوستي، تم
الدوري طبعا متوقف بسبب انضمام طبعا اللعيبه لمنتخب مصر. عندنا 5 لعيبه من النادي الاهلي، ودايما بقول ان القوام الرئيسي لكل المنتخبات من النادي الاهلي. منتخب مصر عنده بطوله قطر الدوليه استعدادا لطبعا مباريات المجموعه الرابعه من تصفيات بطوله افريقيا. الخمس لعيبه اللي من النادي الاهلي عندنا طبعا عمر طارق، عمرو الجندي، ايهاب امين، مروان سرحان، كريم حاتم. بعدها طبعا هيتم استئناف دوري السوبر، ماشيين بشكل كويس جدا في دوري السوبر. النادي الاهلي عينه الموسم ده على كل البطولات، هيبتدي طبعا استئناف بطوله الدوري السوبر من يوم 1/3، لكن هم دلوقتي موجودين مع لعيبه النادي الاهلي، موجودين مع منتخب مصر لخوض طبعا البطولتين المهمتين دول، اللي منها ان شاء الله باذن الله يرجعوا اللعيبه يكونوا طبعا بالنسبه لهم مباريات قويه واحتكاك قوي، نقدر ان شاء الله باذن الله ان احنا نلعب مباريات طبعا الاقصائيه او الدور الثاني من دوري السوبر. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يحقق دوري السوبر هذا الموسم زي الموسم اللي فات. نسائيا ده على صعيد الرجال. وهو برضو يعني احنا دايما لما بنتكلم عن النادي الاهلي، هو النادي الاهلي دايما فايز في كل مباريات، النادي الاهلي دايما محقق الفوز في كل الالعاب، مش بتبقى في لعبه معينه فتلاقيه واقع مثلا لا قدر الله في لعبه ثانيه، لا هو محقق الفوز، ماشي بشكل كويس جدا، باصص دايما على المركز الاول، باصص دايما على الفوز. في كره السله سيدات برضو ناجحين بشكل كبير حتى الان في دوري السوبر، عندهم مباراة مهمة أمام نادي سموحة بكرة، محققين الفوز في كل مباراة في صدارة طبعا الدوري حتى الآن. لكن برضو زي ما احنا قلنا عن كرة السلة رجال إن الاختبار الحقيقي للنادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري، أنت هتلعب بكرة سموحة 3 إن شاء الله، عندك يوم السبت مع سبورتنج. سبورتنج فريق محترم، فريق كبير، فريق بيضم لاعبات من اللاعبات المميزات، طبعا لسه واخدين بطولة أفريقيا، فإن شاء الله بإذن الله نادي الأهلي يبقى الاختبار الحقيقي لسيدات السلة، وإحنا كلنا ثقة معاهم مدير فني محترم بقيادة الكابتن طارق خيري، إن شاء الله بإذن الله يحققوا الفوز وإن شاء الله يتوجوا بكل البطولات هذا الموسم برضو، لأن جماهير النادي الأهلي ما بتقبلش في النادي الأهلي غير بالبطولات وبالفوز في كل المباريات. طيب الطايرة والخبرة بقى الجديدة الأجنبية أو تحت قيادة هذه الخبرة الأجنبية وفترة الاستعداد اللي بتكون مهمة جدا، خلينا نبدأ برضو بطايرة رجال. خلينا نتكلم عن الطايرة رجال وبعدها الطايرة سيدات. طايرة رجال تم تدعيم الفريق بصفقات طبعا جديدة، بعناصر طبعا خبره من الشباب اللي دايما براهن عليهم، ودايما بقول ان النادي الاهلي بيشتغل على حته الشباب اكتر، ان هو يشتغل على المستقبل، ان المستقبل ده يكون داعم لكل الفرق خلال طبعا السنين اللي جايه ان شاء الله باذن الله. ما بنشوفش ده في الالعاب الجماعيه بس، لا بنشوف ده كمان في كره القدم. تم تدعيم فريق كرة الطايرة رجال سواء بلعيبة أو بعناصر شباب، وكمان تم تدعيم بجهاز فني محترم بقيادة الأسباني منزو اللي عامل شغل هايل مع فريق كرة الطايرة رجال، لكن لسه برضو احنا لسه ما عديناش بالصعب، احنا عندنا الفترة اللي جاية طبعا كل الأدوار الإقصائية وكل طبعا المنافسات القوية تكون الفترة اللي جاية. عاملين شغل محترم، محققين الفوز في المرحله الاولى برضو والمرحله الثانيه. النادي الاهلي متصدر مجموعته برصيد 30 نقطه، عندهم طبعا يوم ثلاث بكره والاربع تحديد المستوى مع نادي الشرقيه للدخان. كده كده الثمان فرق معروفين، الثمان فرق يعني المرحله دي هي ملهاش اي تاثير على الفرق، لان كده كده دي تحديد مستوى، وكده كده الفرق هتلاعب بعض، منها طبعا ان شاء الله يتحدد اللي هيتاهل. يعني ايه تحديد مستوى يا رشاد؟ تحديد مستوى ده اللي هو تصنيف الاول والثاني. يعني هو انا مثلا بلعب 3 مباريات مع الشرقيه للدخان، اكسب مباريتين يبقى خلاص انا دخلت في التصنيف الاول. فهي انظمه زي ما انا اتكلمت عن اتحاد طبعا اليد ونظام الدوري، هو نظام الدوري هذا الموسم بالطريقه دي. انت السنه اللي فاتت طبعا كان هو في العاب الصالات نظام الدوري بيختلف كتير عن كره القدم. يعني كره القدم لما بنتكلم على دوري فهو دوري ليه اول وليه اخر، ليه اول وليه اخر. لا كل سنه خلاص بيتحدد بطل الدوري، كل سنه الاتحادات دايما كل سنه بنظام جديد، او لو مثلا انا جه مدير فني هو ده صح اصلا كل سنه نظام جديد؟ ما انا ما اعرفش، هو الفكره ان انت
لما تستقر على نظام افضل ماشي بيه على طول. بس هي الفكره كريم في ان انت بيجي مدير فني مثلا، هو المدير الفني شايف ان هو عايز يطور، عايز يعمل، عايز يحط لمساته، فيبدا ان هو ايه يحط نظام مختلف مثلا فالاتحاد يمشي بيه، لكن نظام مختلف لفرقته المفروض ان هو لفرقته، بس هو بقى النظام العام. ما احنا إيه؟ احنا بن في حاجه غلط ولا انا اللي مش فاهم؟ في حاجه غلط، في حلقه مفقوده في الحكايه. انت تمام، بس هو هو يجي يقعد ويقول قوله فيغيروا نظام الاتحاد. هو مثلا البستور، احنا المدير الفني هو الراجل جه حط نظام مشيوا عليه او وافقوا عليه، خلاص هو ممكن الاتحاد يوافق على النظام او ما يوافقش عليه، فهو بيشوف ان هو وجهه نظره او الاتحاد بيشوف وجهه نظر ان المدير الفني تحترم فبيمشي الموضوع، لكن هو ما بيبصش لحته ان هو بقى النادي او الانديه دي ان هي ممكن تتظلم. ما هو انت ممكن تظلم نادي هو بيتعب طول الموسم في قرار زي ده او في نظام زي ده. هو ملوش انه يظلمه ولا ينصفه، في اتحاد حاطط نظام الكل لا ما هو بيغير بقى، هو يبدا يغير كل سنه، السنه اللي فاتت نبقى بنظام، السنه دي نبقى بنظام تاني مختلف، السنه اللي بعدها يبقى بنظام تاني مختلف، لكن برضو النادي الاهلي موجود، النادي الاهلي بيلعب في اي نظام، النادي الاهلي بيحقق الفوز على كل الفرق، الحمد لله النادي الاهلي الموسم ده نمسك الخشب محقق الفوز على كل الفرق الحمد لله، سواء الفرق الصعبه او الفرق اللي طبعا بتبقى مع احترامي ليها ما يبقاش القوه المطلوبه منها. فالكرة الطايرة رجال إن شاء الله برضو عندهم كاس السوبر بعد طبعا مرحلة الدوري، عندهم كاس السوبر يوم 25 ويوم 27. بالنسبة طبعا للطايرة سيدات، طايرة سيدات برضو محققين فوز في كل مباراة حتى هذه اللحظة، عندهم برضو دور الثمانية مع نادي الزهور اللي هيكون يوم الجمعة والسبت اللي جايين إن شاء الله، عندهم برضو كاس السوبر يوم 29 ويوم 1/3. ف زي ما قلت ان الفتره اللي جايه اختبار بقى الفرق الحقيقيه. انت عندك بقى منافسات قويه جدا، عندك ادوار نهائيه ان شاء الله باذن الله. احنا برضو تم تدعيم الفريق الاول للكره الطائره سيدات بصفقات في بدايه الموسم وفي شهر يناير، عندك لعيبه مميزه دلوقتي يقدروا ان هم ان شاء الله يحققوا كل البطولات. تم تدعيم الفرقه بجهاز فني محترم بقياده الكابتن ابراهيم فخر الدين، ان شاء الله باذن الله يحققوا الفوز ويتوجوا بالبطولات هذا الموسم، لان كلنا ثقه في الاجهزه الفنيه واللعيبه ان شاء الله يعملوا شغل محترم هذا الموسم. طيب خلينا نتكلم عن سيدات وهنختم بقى بالسيدات عشان الوقت بيجري يا رشاد اتفضل. السيدات احنا انا برضو زي ما قلت ان هم ان شاء الله باذن الله الطايره سيدات يقدروا يحققوا طبعا الفوز في كل المباريات، لان احنا عندنا في الكره الطائره لعيبه على اعلى مستوى، لعيبه انا لما دايما حتى لما باجي اتكلم مع اللعيبه في النادي الاهلي هم ما بيبصوش غير على الفوز، ما بيلعبش غير على المركز الاول. لما عايز اقول لك على حاجه كريم ونهوان، كنت بتكلم مع احد اللعيبه، احنا النادي الاهلي حقق الفوز بس حقق الفوز بنتيجه 3-1 وخسر شوط وهو محقق الفوز، زعلانين جدا يعني، زعلانين ان هم محققين الفوز لكن زعلانين على خساره الشوط. يعني هو النادي الاهلي خلاص، هو في فرق تانية لو كسبت 3-2 بتفرح، فانت النادي الاهلي محقق الفوز 3-1 هو زعلان على الخساره على الشوط اللي هو خسرانه، فهو ده الروح اللي موجوده داخل النادي الاهلي، الروح اللي موجوده مع الفرق مع الاجهزه الفنيه هي روح النادي الاهلي، ان النادي الاهلي دايما سباق، النادي الاهلي دايما ما بيلعبش غير على المركز الاول، النادي الاهلي دايما ما بيلعبش غير على الفوز. لكن برضو في النهايه قبل ما اختم عايز اشكر مجلس اداره النادي الاهلي اللي موفر كل حاجه للاجهزه الفنيه وموفر كل حاجه للعيبه ودعم كبير جدا للصفقات لكل الالعاب، ممثل طبعا في كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي اللي عامل شغل محترم بصراحه بنشكره عليه، وان شاء الله يكون موسم استثنائي لنادي الاهلي يتوج بكل البطولات باذن الله. باذن الله كالعاده يعني، خلينا نقول يا رشاد ان شاء الله باذن الله. اشكرك جدا جدا على التالق حقيقي يعني اللي عندك، اشكرك على وجودك كمان معانا وده بيتاكد كده انت يعني زميل معانا في القناه، اشكرك جدا على التغطيه نزق. وزي ما اتكلمنا في الملف طبعا الخاص باتحاد اليد نتمنى يكون في سرعه في الردود، حتى لو في قرارات بيتم اتخاذها يكون في توضيح اكثر
من خلال طبعا تصريحات عشان نفهم احنا بس رايحين على فين، دي مهمه جدا. شكرا ليك. بشكرك يا هوند وبشكرك يا استاذ كريم، وببقى سعيد والله ان انا موجود معاكم في 10 الصبح في الاهلي. ربنا يخليك. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام.